كنا مع حضراتكم النهارده من مدرسه الكره في الاهلي، وزي ما سمعنا كابتن بدر رجب وكل المدربين ان هنا مدرسه الكره في الاهلي هي مدرسه التربيه والتعليم للاهلي، هي المدرسه اللي بيتعلم فيها النشء، القيم، الاخلاق، المبادئ وكره القدم. النهارده حلقتنا انتهت، لكن هسيب حضراتكم مع بدايه حلم كبير جدا، لقاءات وطموحات لاعبي براعم من النادي الاهلي ان شاء الله يكونوا في المستقبل القريب نجوم من نجوم النادي الاهلي ونجوم منتخب مصر. تعالوا قبل ما تنتهي حلقتنا تسمعوا وتشوفوا طموحات كل لاعب، مين مثله الاعلى، ونشوف حضراتكم على الف خير. انا اسمي يوسف هشام، مواليد 2011، بلعب في النادي الاهلي. نفسي ابقى زي محمود كهربا داخل مصر وبره مصر، نفسي اكون زي كريستيانو رونالدو، وحلمي ان انا اخد بطولات كتير مع النادي الاهلي وابقى لعيب كبير في النادي الاهلي، والاهلي عمره ما بيخسر بطولات، والاهلي دايما في اي بطوله هو اللي بياخدها. انا اسمي كالوشا، مواليد 2011، بقالي 8 سنين في النادي الاهلي. اللي جابني كابتن تامر حفني، حلمي ان انا العب مع الفيرست تيم واحقق معاه بطولات وكمان احترف بره. الاهلي ما بيعترفش بالمركز الثاني، الاهلي بيعترف بالمركز الاول. انا اسمي حسين فهمي، لاعب فريق 2011، بلعب وينج رايت. انا مثلي الاعلى بره مصر ميسي، وفي جوه مصر حسين الشحات. انا نفسي لما اكبر العب في النادي الاهلي واحقق معاه بطولات واكسب كاس العالم للانديه. انا اسمي اسماعيل عبد الدين، لاعب النادي الاهلي، مواليد 2011، مركزي مهاجم، ونفسي اطلع زي لعيب في مصر كابتن محمود الخطيب وابو تريكه، وبره مصر كريستيانو رونالدو، ونفسي اطلع مع الفيرست تيم واحقق بطولات كتيره معاهم والعب في كاس عالم الانديه. انا اسمي اسر مازن، مواليد 2011، مركز باك شمال، وانا من القاهره، ومصري الاعلى جوه مصر علي معلول، وبره مصر مارسيلو وديفيز. وانا طبعا النادي الاهلي ما بيعترفش بالمركز الثاني او بالتعادل، الاهلي طبعا بيعترف بالمكسب بالمركز الاول، وانا نفسي احقق افريقيا مع الاهلي وكاس العالم للانديه. انا اسمي محمد عبد السلام، مواليد 2011، في النادي الاهلي، ونفسي زي بره مصر زي انيستا، وجوه مصر زي امام عاشور، ونفسي افرح والدي ووالدتي اللي انا بلعب كبير والعب بطولات مع النادي الاهلي واكسب معاهم كاس العالم الانديه، وربنا يكرم ان شاء الله. انا اسمي باسل سامح، لاعب النادي الاهلي، مواليد 2011، مثلي الاعلى جوه مصر عماد متعب، وبره مصر كريستيانو رونالدو، وحلمي ان انا اكسب بطولات مع النادي الاهلي كتير ونكسب افريقيا، وما بنعترفش بالمركز الثاني، وان شاء الله يعني نكسب كاس العالم للانديه ونفرح اي حد بيحب الاهلي. انا اسمي كريم محمد، لاعب النادي الاهلي، مواليد 2011، مثلي الاعلى جوه مصر كابتن محمد ابو تريكه، وبره مصر ليونيل ميسي، ونفسي احقق بطولات كتير مع الاهلي، والاهلي ما بيعترفش بالتعادل او بالهزيمه، وبيعترف بالفوز بس، ومفيش حاجه اسمها في الاهلي الهزيمه، هو حل واحد بس، اللي احنا نكسب بطولات. ان شاء الله اكسب بطوله كاس العالم مع مصر وكاس العالم للانديه مع الاهلي. انا اسمي علي محمد علي، مركز مدافع، مثل الاعلى جوه مصر محمد عبد المنعم، مثل الاعلى بره مصر فان دايك، ونفسي اكون لعيب كبير واصعد الفريق الاول مع الفريق الاول، واخد كل البطولات مع الفريق الاول وكاس العالم للانديه، واخد كل اللي بحلم بيه مع الفريق الاول.